ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئة العليا لمفاوضات جنيف. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما هو برأيكم سبب التصعيد هناك؟ سؤال خير. عمليا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان النظام لم يغير تلك الاستراتيجيه التي نهجها منذ البدايه، الحل العسكري او الحل الامني وحكمها او يدمرها، ولا يروق اطلاقا اي خفض للتصعيد او اي هدنه او اي وقف للعدوانيه او اي وقف لاطلاق النار، لانه يعيش على التوتر وعلى النزف المستمر وعلى الدمار المستمر. عبر حقيقة في أستانا عن قبول هذا الاتفاق حول خفض التصعيد في إدلب هو وإيران والميليشيات التي تحميه والروس أيضا، لكن عمليا في داخلهم واضح 100% بأنهم لا يريدون خفض التصعيد ويتحينون أي فرصة لأي ذريعة حتى يخترقوا أو يخرقوا اي اتفاقيه. والواضح ان الامكنه التي وجدت في اتفاقيات خفض التصعيد الخروقات فيها على مدار يومي. عمليا هيئت لهم هذه الذريعه في إدلب، هناك جهه معينه قررت ان تشن حربا لمده ساعات ثم انسحبت، وكانت الذريعه واضحه المعالم من قبل النصره، واتوا ودمروا ما دمروا وبالمشافي ومدنيين وحوالي 200 شهيد وحوالي 30 جريح. كل هذه الامور موجوده. واضح ان ايضا من جانب اخر ان الكل تخلى عن المقاومه السعوديه، طيب تخلى عن السعوديين، لكن في الوقت نفسه يعرفون تماما بان كل هذه الاساليب وذلك تلك المنهجيه مصيرها الفشل. وهذا عبر على شيء عن شيء، هذا التصرف عبر عن حالة توتر، عن حالة فشل مشروعهم. أي خفض للتصعيد هو عبارة عن هزيمة لذلك المشروع الأساسي الذي انتهجوه. طيب دكتور، الآن موقف الفصائل العسكرية من التصعيد ومن استمرار قوات النظام لخرق الاتفاقيات؟ هي ترد بما تستطيع، ترد بما تستطيع بما لديها، ومعروف أنها حرمت من أي وسيلة للدفاع عن نفسها والدفاع عن السوريين. وأيضا من جانب آخر يجب أن لا تكون هي فقط لا تكون مستهدفة من الروس، من ميليشيات إيران، من عصابات الأسد، وأيضا تأتي جهات معينة أيضا وتتناولها وكأن لديها أساطيل ولديها طائرات ولديها كل هذه الأشياء، وكأنها تذهب إلى أستانا حتى توقع التنازلات أو شيء من هذا القبيل. أستانا بمجملها عمليا عبارة عن محطة للخفض الخسارة، للتخفيف من الخسارات الممكنة، لأن نحن أمام قوة عظمى تحتل سوريا وهي روسيا وتمارس إجرامها هناك، وإيران ومخططها الجهنمي الخبيث أيضا بميليشياتها والتي تقتل السوريين، ونظام إجرامي غير مسؤول هاجسه الأساس. نعم دكتور، كل تلك الأمور تواجهها، وتأتي بعض الأطفال من وراء شاشات الكمبيوتر. شكرا دكتور. الفصائل. أذرني مضطرة لإنهاء الاتصال بسبب رداءة الصوت من المصدر، شكرا جزيلا لك. حدثنا من إسطنبول الدكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئة العليا لمفاوضات جنيف.